دخلوا الساعة 11 بالليل علينا وسألوا أنتم يخبطوا على الدار، فتحنا الباب أنتم مستحيين، قالوا أيوة مستحيين، راحوا واخدين خدوا سبعة دولة وطلعوا على الصحراء منطقة اسمها جروسة. اللي حصل في ليبيا، اللي حصل انه انصار الشريعه من يوم ما قتلوا الثلاثه من سبع شهور وهم رصدين المسيحيين، انه على الجدار هناك بيكتبوا من يبلغ عن مسيحي مصري له 10,000 جنيه ليبي. فده تحريض على الجريمه. السفير بدر عبد العاطي كانت تصريحاته مخزيه، دليل على انه راجل مش فاهم حاجه في اي حاجه، كلام عالي تماما من الصحه. ومع الاسف اللي صدق على انه الناس دي مقتوله بسبب على اساس الهويه. سفير ليبيا امبارح في اتصال تليفوني وانا كنت في برنامج تلفزيوني قال لا، دول ماتوا على الهويه، ميتين عشان مسيحيين.